حياة ألوان بوفيه يسعى لتوفير فرص العمل للأشخاص من ذوي الإعاقة بخطوة جديدة ومهمة للدمج في المجتمع وجعل أشخاص فاعلين أكثر. هذا المشروع بدأ كفكرة من قبل مؤسسة إدارة الموارد البشرية وأكيد تم تنفيذه برعاية من وزارة التربية، واليوم الفكرة صارت فرصة موجودة على أرض الواقع لاستثمار طاقات أصحاب الهمم وتوظيفها أكثر ونتعرف على المشروع بشكل موسع. بسعدنا أنه يكون معنا لليوم الأستاذ أسامة لاذيني، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة إدارة الموارد البشرية. يسعد صباحك أستاذ. وصباحي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. يعني عم نحكي أنه فكرة جدا مهمة وجديدة اليوم لدعم أطفال ذوي الهمم، مثل ما بنقول أطفال الحب. خلينا نتعرف نحن والمشاهدين أكثر عن الفكرة، كيف بلشت؟ هي نحن الفكرة كمؤسسة من الأساس في عندنا فكرة يعني من زمان أنه نحن نساهم بهذا المجال، حتى في مساهمات سابقا بمجالات شبيهة. فبلشت الفكرة بأنه نحن خصوصا لما أخذنا مشكورة من وزارة التربية، أخذنا المقر بمعهد الفنون التشكيل، معهد التطبيق للفنون الفنية والتشكيلية. تمام. فأخذنا مقر، صار في عندنا مقر موجود هناك، صار في مجال نحن وموجودين أثناء ما تواجدنا بالمقر شفنا في إمكانية أنه نحن نستفيد من أماكن معينة موجودة ضمن المعهد بأنه نعمل مثل بوفيه نساهم في بدمج ذوي الهمم بالمجتمع. فعرضنا الموضوع، عرضنا الفكرة على وزارة التربية، ومشكورين وزير التربية بوقتها وافق على الموضوع وساعدونا، وأنه نأخذ مكان. طبعا نحن ما أخذنا مكان بالقاعات تبع المعهد، لا، نحن شفنا مكان هو تحت بيت الدرج مثل ما بيقولوا، مساحته جيدة نسبيا، وجهزنا بالتعاون مع صندوق الرجاء التنموي بتجهيز المكان كبوفيه، وحتى يعني بتجهيزاته خلينا نقول البنية التحتية تبعه، ومن هون انطلقنا فيه يعني كفكرة. وهو الهدف اخيرا انه نحن اول شيء يعني تكون هي مثل نواة مشروع قد يتعمم، نتأمل أنه طبعاً يتعمم بأماكن تانية، هي لتساعد هاي الفئة من المجتمع بأنه يندمجوا ضمن المجتمع نفسه. تمام. اليوم أي فكرة جديدة أو مشروع أو عمل بحاجة يمكن لدعم من الجهات اليوم الخاصة أو الجهات اللي بتساعدكم اليوم، خلينا نوضح من هي الجهات اللي عم تساعدكم لتنفيذ المشروع، وأيضاً نوضح يمكن المراحل يلي مريتوا فيها لحتى يمكن الفكرة أو المشروع أبصر النور. هلأ كجهات بالدرجة الأولى هي كانت نحن كمؤسسة وبصندوق الرجاء التنموي، اللي هن قدموا جزء من التمويل للموضوع، وبنفس الوقت كمان الشباب اللي عم يشتغلوا بالبوفيه هن من الشباب المستفيدين من الصندوق من عندهم. كمان حتى دربون على كيفية التعامل، يعني هن بالأخير عم يبيعوا بدون يشتروا بالنسبة لطلاب والأساتذة المعهد، فكمان هذا كان جزء من التدريب. بالإضافة طبعا أكيد الجهة الأساسية هي وزارة التربية، اللي هي وافقت على أنه نحن يعني نعمل البوفيه بالمركز المعهد نفسه. إضافة بالبداية كان في جهات من القطاع الخاص اللي هي بالمرحلة الأولى ساهمت بإعطاء المواد للبوفيه بشكل مجاني، كان من ضمنها سينالكو، مكي، كتاكيت، أندومي، فجهزوا البوفيه بالمرحلة الأولى بالمواد من عندهم. هلأ لاحقاً بس صار هن عم يشتغلوا الشباب، صار عم يمولوا حالهم من حالهم يعني، وصاروا هن طبعاً عم يدفعوا المواد اللي هي موجودة بالبوفيه. فهي جهات خلينا نقول المشاركة، فهو كمشروع عملياً من ناحية تانية هو مشاركة قطاع عام وأهلي وخاص مع بعض بنفس الوقت، وهذا من جمالية المشروع يعني زي ما نحن نقول عليه، تعاون القطاعات الثلاثة مع بعض. هلا كمراحل مثل ما حكيت قبل شوي، بالمرحلة الأولى كانت هي الفكرة أساسا اللي فكرنا فيها بأنه نحن نساعد بدمج ذوي الهمم. عرضنا الموضوع على وزارة التربية على السيد الوزير ووافق مشكورا على الموضوع. بعدين بلشنا بفكرة مين اللي ممكن الجهات اللي هي تساعد بموضوع تنفيذ المشروع. بالإضافة طبعا هو المكان هو مثل ما حكينا تحت بيت الدرج، فهو مو مجهز بشي نهائيا. عملنا مخططات الكروكي تبعه، عملنا مخططات لإله، شفنا مثلا التجهيزات، الخزن اللي بدهم إياها، التجهيزات الثانية اللي بدهم إياها، حتى على المستوى الصحي وتمديدات صحية إجا شخص، والألمنيوم لأنه هو يعني محاط بألمنيوم.
وما في شباك لحتى الطلاب او اللي بدهم يشتغلوا بالبوفيه يتواصلوا مع الشباب الموجودين جوا، وتم التنفيذ على مراحل حتى الحمد لله. يعني من خلال حديثك في جهود كثير كبيره اليوم لدعم هي الفكره او هذا المشروع، وفعلا يمكن اليوم الاشخاص من ذوي الاعاقه هن اشخاص موهوبين ومميزين لكن بحاجه لهذا الدعم، وانتم عم تسعوا لهذا الشيء ضمن هي الفكره. خلينا نوضح اليوم انتم كمؤسسه اداره موارد بشريه، نحكي عن خطوات تنفيذ المشروع، خبرنا اكثر. مثل ما حكيت بالبداية طبعا نحن أول شيء كان في مراسلات واجتماعات مع وزارة التربية بخصوص أنه نحن يتوافق على المشروع وحتى وين المكان بده يكون، لأنه كان في أكثر من مكان ببالنا بداية، بعدين اتفقنا على هذا المكان. بعد هيك تم التواصل مع يعني شفنا مين الجهات، نحن كان في بالمؤتمر السنوي أو العيد السنوي تبع المؤسسة تم طرح الفكرة أنه نحن في ببالنا هذا المشروع، المشروع هو تقريبا صار له سنتين يعني عم بينشغل عليه، فتم طرح الفكرة على الحضور اللي كانوا موجودين، فتقدموا صندوق رجاء التنموي مشكورين بأنه نحن رح نساهم بهذا المشروع، وتم تحضير بعدين قديش التكاليف اللي كان ممكن يعني نعمل دراسة قديش التكاليف اللي ممكن تكلف هيك مشروع مثلا، قديش التكاليف المبدئية تبعه، وبناء عليه قدموا جزء من التمويل صندوق رجاء التنموي، جزء مهم كبير يعني بالأسف من ناحية تانية. وبعدين شو المراحل اللي نحن بدنا نمشي فيها، فكان في اختيار الشباب اللي هن اختاروهم من عندهم، بعدها صار في مرحله انه طب بدنا ندربهم، يعني هن بدهم يتعاملوا مع الاشخاص، بدهم يتعاملوا مع العالم، بدهم ياخذوا طلبات، بدهم يعرفوا كيف مثلا المواد الموجوده عندهم، كمان هن قاموا بعمليه التدريب. واثناء المخطط تبع المشروع نفسه كان في حدا من الشباب متطوعين بالمؤسسه عمل المخطط، يعني خلينا نقول المخطط الهندسي تبعه يعني على صغره هو، تم في مثل المخطط له، وصرنا نشوف مثلا المواد من وين بدها تنجاب، تواصلنا مع الجهات اللي ممكن تقدم هاي المواد بالبدايه. نعم. بعدين صار في تجهيز البنيه التحتيه اذا بنقول للمكان نفسه، الخزن الموجوده مثل ما حكينا، الصرف الصحي تبعه، وعلى مراحل تم لحتى بالاخير انطلق المشروع. تمام، تخبرنا لكن أكثر عن تفاعل الناس اليوم مع فكرة المشروع، عن إقبالهم لهذا المشروع. هلأ بالمعهد طبعا نحن في عنا فئتين بشكل أساسي، اللي هن المدرسين الموجودين بالمعهد والطلاب المعهد، هو مكانه مطل مباشرة على ساحة المعهد، فالطلاب مثلا بدون يطلعوا بساحة المعهد يكونوا عم بيستريحوا أو شيء، فهو مكانه واضح بالنسبة لهم، فشافوا يعني صار في بوفيه موجود بمطل عليهم مباشرة والشباك مطل عليهم مباشرة. طبعا. هلأ بالمرحلة الأولى يمكن من بعيد الواحد لسه ما منتبه مين الأشخاص اللي موجودين، النتائج بتقول انه في اقبال، يعني نتائج هن حركتهم وعمليه البيع واللي عم بتصير عندهم واضح انه في اقبال. هلا بالبدايه يمكن قد يكون البعض شوي هيك تفاجأ او استغرب الفكره او الموضوع، بس بشكل عام لا في اقبال وجيد، يعني في تفاعل الناس معهم. يعني قدرتوا تسوقوا لهذا المشروع اكثر؟ لانه عم نحكي عم نقول انه كيف كان تفاعل الناس، يمكن لسه الناس ما سمعت عن هذا المشروع، كيف عم تسوقوا له اكثر لحتى ينعرف؟ هلا نحن لما بيصير مثلا اطلاقه للمشروع اساسا بدايتان تم مثل عمل ريبورتاج عنه نوعا ما، يعني خلينا نقول بلحظه الاطلاق تبعه، بالاضافه وسائل التواصل الاجتماعي، ولما بيكون في اي مناسبه، يعني نحن بيكون في اي حديث لاي مناسبه العلاقه بالمؤسسه، فبيتم الاشاره مثلا له لمشروع. تمام، ذكرت خلال حديثك انه عندنا طلاب وعندنا مدرسين اليوم ضمن المعهد، في عمر معين اليوم للاطفال الموجودين الطلاب؟ هن يعني اعمار بعد 18 اتوقع. ما مين والمدرسين هل هن اختصاصيين؟ وضح لنا اكثر عن هو يعني بالمجال الفنون التشكيليه والفنيه، فالمدرسين بهذا المجال. هلا الاختصاص المدرسين صراحه ما عندي فكره كثير عنه. خلينا نحكي اليوم، يمكن كثير من الافكار او كثير من الجمعيات والفعاليات سعت يمكن لدمج ذوي الهمم بالمجتمع، لكن اليوم في هدف اكيد وهو تشغيلهم، نحكي عن أهمية هي الخطوة؟ طبعا هلا هي خطوة كتير مهمة، خصوصا ان احنا عم نحكي على فئة من المجتمع هي مو قليلة بوقتنا الحالي كعدد، وفئة من المجتمع يعني تحتاج انه نحن ندمجهم ونستفيد من طاقاتهم الموجودة، هن بالاخير عندهم طاقات وعندهم امكانيات، عندهم وفي امكانيات كتير كبيرة واحيانا حتى نتفاجأ فيها، فدمجهم. نحن في فئة من المجتمع موجودة يجب الاستفادة منها بالعملية الإنتاجية، أولا بالنسبة لهم هن كأشخاص
كفئة من المجتمع بتشعر بوجودها بهذا المجتمع وأنه في لها قيمة مضافة بالمجتمع من ناحية ثانية بيأثر على شخصيتهم على نفسيتهم، ومن ناحية ثانية كمجتمع أنا في عندي فئة من المجتمع إذا ما دمجتها وما استفدت منها فأنا بخسر هاي الطاقة الإنتاجية، وفي طاقات إنتاجية مبهرة يعني موجودة عندهم مثل أي شخص عادي يعني من ناحية ثانية. فهي يعني خطوة مهمة وضرورية جدا بأي مجال وأي أي مكان إنه إحنا نحاول ندمج هاي الفئة، طبعاً دمجهم بالمرحلة الأولى لحتى نقدر لاحقاً عملية التشغيل والتوظيف تبعهم. تمام، ويمكن حضرتك على احتكاك مباشر وتواجد وتفاعل مع هدول الأشخاص ذوي الهمم، خبرنا قد اليوم حلو الشغل معهم، قد يمكن عندهم طاقات كبيرة وإمكانيات لابد إنه إحنا نستغلها ونستثمرها بشيء كتير منيح. في إمكانيات كبيرة موجودة عندهم، خصوصاً نحن هلأ بمرحلتنا العصر الحالي اللي موجود هو مانو العصر اللي يعتمد بالدرجة الأولى على القوة الجسدية والبدنية تبع الأشخاص مثل سابقاً، نحن عم نحكي على عصر هو بالدرجة الأولى على معلومات وعلى مهارات، فهن عندهم هاي المهارات وعندهم هاي الإمكانيات وعندهم طاقات كتير حلوة. يعني حتى لما ندمجهم أو ببلش يشتغل فهو حتى بتتبلش طاقاته تزيد أكثر وأكثر لأنه عنده شعور أنه أنا لازم أعطي. أكيد. فكتير مهم أنه نحن نستفيد منهم، في كتير مبادرات وفي كتير شخصيات هن عندهم مبادرات حلوة وعندهم إمكانيات كتير حلوة وموجودين ضمن الدعم. غير نظرة المجتمع لهم أنهم فعلا أشخاص قادرين بس لكن بحاجة لشوية دعم من المجتمع المحلي. أكيد 100%. عم تلاقي في اهتمام اليوم بهدول الفئة من الأشخاص؟ من الأشخاص ذوي الاحتياجات نفسهم قصدك ولا ذوي الهمم؟ لا أكيد هني طبعاً هني مهتمين، هني مهتمين وحابين وبيطالبوا بهيك قصص، وفي منهم عندهم مبادرات يعني في مثلاً يعني ما في كمان نحن كمؤسسة من الجهات الداعمة لأنسة منى عمقي اللي هي عندها الإعاقة انطلاقة، فهي كمان يعني عملت مبادرة وهي كتير حلوة ودائماً موجودة وعم تتطور بهاي المبادرة بشكل كتير جيد. ومثل ما حكيت هن فئة من المجتمع أولاً ما قليلة من حيث العدد يعني خلينا نقول، ورقم اثنين أساساً حرام ما نستفيد منهم، وهن حابين هن خصوصاً يعني كمان بيحبوا إنه يستفيدوا لأنه أي حدا بالأخير بيحب إنه يكون هو يحس بعطائه للمجتمع اللي هو فيه، يحس بإنتاجيته، يحس بإنه هو عم يقدم شيء إن كان لحاله أو كان لأهله أو كان للمجتمع من ناحية تانية. طيب خلينا نتعرف أكثر على الخطوات الجديدة اليوم كمؤسسة إدارة الموارد البشرية، شو هي خطواتكم بالأيام الجاية؟ هلا نحن بالايام الجايه في طبعا في اخر فتره عملنا عده ملتقيات، واحد منهم كان ملتقى المسؤوليه المجتمعيه اللي هو جمع عده مناسبات عالميه بنفس الوقت، مناسبه اليوم التطوع العالمي، مناسبه ذوي الاحتياجات الخاصه، اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصه، اليوم العالمي لمناهضه العنف القائم على النوع، وفي مؤتمر كمان كان سابقا لفرص العمل تم، وبخلال هذا المؤتمر تم أخذ آراء مدراء الموارد البشرية ومدراء الشركات اللي موجودين بأهم المهارات الموجودة بسوق العمل. فتشكل معنا مجموعة من المهارات اللي هي تكررت بطلبات يعني عم نقول إنه عم يتواجد فيها أو تواجه فيها صعوبة بإيجادها عند الأشخاص عم يتقدموا لسوق العمل خصوصا من فئة الشباب الجديدة. فهلا في مثل عم نجهز لبرامج لتدريب على هاي المهارات اللي هي اكثر طلبا بسوق العمل، هاي من ناحيه. من ناحيه ثانيه كمان في توجه خلال السنه الجديده باتجاه رياده الاعمال والتوجه على التدريب على رياده الاعمال والمساهمه في موضوع رياده الاعمال. اكيد ان شاء الله كل التوفيق بخطواتكم الجايه. طيب خلينا نحكي كل مشروع او فكره بيكون فيه صعوبات او تحديات ان كانت من بدايه الفكره او يعني نحن عم ننفذ المشروع، خبرنا شو هي الصعوبات او المشاكل اللي وقفت بوجه مشروعكم اليوم؟ هلا بشكل عام دائما نحن كونه جهة غير ربحية بالدرجة الأولى يعني، فالمشاكل الأساسية الأولى بتكون أولا بموضوع التمويل اللي هو مطلوب لأي مشروع بيكون بهيك حالة. هلا مشكورين الجهات المختلفة دائما يعني، في جهات كتير بتقدم مباشرة بتحاول تساعد وتقدم الدعم كان المادي أو حتى أحيانا اللوجستي فينا نقول، بالإضافة أحيانا لموضوع الفرق اللي بدها تشتغل، تجهيز الفرق اللي بدها تكون عم تشتغل فيها، وضع الخطط، الوقت الزمني اللي نحن بدنا نكون عم نشتغل فيه، هاي غالبا هي من اكثر الصعوبات اللي بنكون عم تواجهنا باي مشروع بشكل عام. اليوم يمكن تواجد الاشخاص من ذوي الهمم بمكان عمل قديش بيخلق يمكن جو من التفاعل من الالفه بين الاشخاص الموجودين اليوم بالعمل؟
هلأ أكيد خصوصاً لما بيكون الأشخاص الموجودين عندهم شعور بالمسؤولية المجتمعية أساساً تجاه المجتمع وتجاه الآخرين، فلما نشوف نحن شخص هو من ذوي الهمم وجاي سواء بعمل تطوعي أو عمل فعلي بيقوم فيه داخليا بنشعر يعني بننبسط انه نحن عم نساهم وعم نساعد بهذا بهي الفئه من المجتمع بانه هي فعلا تكون عم بتحقق احلامها. بالاخير هو اي شخص من هي الفئه هو مثل اي انسان عادي عنده احلام عنده طموحات بيواجه صعوبات بسبب بشكل عام يعني الصعوبات الموجوده بالمجتمع او خلينا نقول بدخولهم واندماجهم بالمجتمع، وبالتالي لما بنشوف نحن النتائج اللي عم يحققوها بنشوف انعكاسها على نفسيتهم على شخصيتهم، هذا بالعكس اول شيء نحن بنكون سعيدين ومبسوطين فيها الشعور الداخلي بنكون عم نحس فيه، بالاضافه لما عم نشوف تاثيره عليهم هن كاشخاص على حياتهم على نفسيتهم، لانه حتى نفسيتهم بتلاقيها تحولت لاشخاص ايجابيين اكثر. فبالعكس موضوع جدا ممتع وجميل انه نحن نكون عم نشعر بهي الفئه وعم نتعامل معها وعم نتفاعل معها بشكل مستمر. اليوم ذكرت حضرتك انه هي الفئه عددهم كبير اليوم بالمجتمع، طيب في حدا حابب ينضم لكم كيف بيتم التواصل معكم؟ نحن في عندنا موقع المؤسسه بالاضافه لصفحه المؤسسه على الفيسبوك وعلى اللينكد ان، وفي كمان مكان المقر المؤسسه نفسه، فاي حدا ممكن عن طريق طبعا في ابلكيشن في طلب بفوت عن طريق الموقع ممكن يقدم له بيوصلنا، او ممكن يجي على مقر المؤسسه نفسها او عن طريق اي وسائل التواصل الاجتماعي اللي نحن موجودين عليها يعني اساسا بشكل دائم. اكيد اليوم في نشاطات او فعاليات تقام ضمن المعهد لمساعده هدول يمكن الاشخاص من ذوي الهمم لدمجهم اكثر بالمجتمع، عم بيكون في عندكم نشاطات مستمره بشكل مستمر؟ لا يعني صراحه هلا بحكي على كمؤسسه اداره الموارد البشريه هي موجوده ضمن مقر المعهد، بالنسبه للمعهد ما كثير عندي فكره شو هن الخطط تبعهم بهذا المجال. حاليا نحن طبعا هذا النشاط الاساسي اللي هلا قمنا فيه. أكيد يعني بالختام بدنا نشكرك كثير الأستاذ أسامة لازيني نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة إدارة الموارد البشرية، شكرا لك وشكرا لجهودكم الكبيرة ودعمكم الكبير، وأكيد بنتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك، نورت صباحنا.